شو اللي جايبك هنا؟ وش تتوقعين يعني؟ عندك احتمالين. الاحتمال الأول ممكن أني أنا جاي أكسر المكتب على راسك، أو أن الاحتمال الثاني أني أنا ناسي حاجة هنا في هالمكتب اللي قضيت عمري كله فيه وجاي أخذها. والله يعني منك أنت توقع الاحتمال الأول. كيف الكرسي؟ إن شاء الله عجبك. بس على فكرة أنا كنت ناوي غيره. أشوى الحمد لله أنك ما غيرته، مريحني على الآخر. حلو حلو. والوان الجدران إن شاء الله بس متناسقة مع لون لبسك. اختصر فكر من الكلام الفاضي هذا، شو اللي جايبك؟ أكيد ما أنا جاي أبارك لك. هالشيء أنا متأكدة منه. غيره؟ والله أنا أقول استفيدي من جيتي هنا، خليني أعلمك على المكتب اللي راح تستخدمينه بعد كذا. تحسب أني أنا ممكن أستخدم المكتب طريقتك الوسخة؟ ما عندك أي طريقة ثانية، هذه الطريقة الوحيدة. شوفي ترى المكتب هذا عبارة عن ديكور بس، تاكلين فيه، تشربين قهوتك، تحطين ميك اب حقك، لكن توقيع الصفقات والعقود من تحت المكتب. حلو، وبعدين؟ التلفون، أكيد أنت عارفة أرقام المكاتب والأقسام، لكن كل هذه ما راح تهمك. أنت اللي يهمك رقم اللي هو 0. هذا رقم البوفيه، تتصلين على عبدوش تطلبين قهوتك تروقين وبس. وهذا أقصى استخدام ممكن تستخدمين المكتب فيه. هذا الباقي اعذريني ما راح أشرح لك. لحظة، شو قبست؟ وين راحت الصورة؟ يا رب دخيلك، هاي بدها خبير ياباني يتعامل معه. خير في شيء؟ أنا جاي أقول لك إني ماشي. لا، أنت شكلك مخربط بالمكتب. في بآخر الممر مكتب مراقب الدوام. ولا أقول لك فيك تروح عند الباب وتبصم وتتوكل على الله. لا، أنا عارف إن أنت ما تترك الشركة إلا إن كل الموظفين يمشون. وأنا ما أبي أسهرك. بيك تروح ترتاح وتنام بدري، فعشان كذا قلت لك إن أنا ماشي.